أحسن الله إليكم رسالة أخرى من أختكم أم حسن تستفسر أيضا عن آية كريمة في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. السؤال تقول: ما المقصود في الآية بأصحاب اليمين، ولماذا يرهنون بذنوبهم؟ نعم، كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة، فكل نفس تحبس على عملها ولا ينجيها إلا العمل الصالح. إلا أصحاب اليمين وهم أهل الإيمان. أصحاب اليمين هم أهل الإيمان، يقابلهم أصحاب الشمال وهم أهل النار والعياذ بالله. وذلك مذكور في أول سورة الواقعة: قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى مقربين وأصحاب يمين وأصحاب شمال، وذكر جزاء كل من هذه الأصناف الثلاثة. هذا في أول سورة الواقعة. نعم.